يبشر بعضه بعضا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا انصرك الله نصرا عزيزا. يا روح النبي أمتي الفاتحة. القلوب تنشرح ويصيبها الفرح بذكرى رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. المولد هو يوم من ايام الله عز وجل. هذه الاحتفالات التي دامت وتدوم إن شاء الله في مدينة الموصل التي سميت أم الربيعين، لأننا نحتفل إن شاء الله شهرين متتاليين بربيع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتأتي هذه الاحتفالات بولاية النبي عليه الصلاة والسلام محبة لأهل الموصل لنبينا محمد. بعد أن حرمنا لمدة 3 سنوات عندما كانت عصابات داعش مسيطرة على هذه المدينة، والآن رجعت الأفراح والمسرات إلى جوامعنا وإلى مساجدنا، ونشكر علماؤنا ومشايخنا الأجلاء الذين وقفوا معنا في هذه الاحتفالات، ولا ننسى أن نشكر الوقف السني على وقفتهم معنا في تضمين هذه الاحتفالات. اليوم الحفل في الجامع التاريخي في جامع جويجاتي في من الجانب الأيمن، حضرنا هذا الاحتفال بمولد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ الدكتور غسان عبد الرزاق الملاح، ابتهاجا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة كلها فرح وكلها أنس بحضوركم وباحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان علينا وعلى بلاد المسلمين أجمعين. الحمد لله، اليوم مدينة الموصل تسبق مدن العالم بالاحتفال والاستمرار بالاحتفال به صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ هو عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، وهو ختام الأنبياء والمرسلين، وبه يحق للمسلم أن يحتفل وأن يظهر الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم، ويعلن ذلك نهجا بالسير على طريقه صلى الله عليه وسلم والعيش على نهجه عليه الصلاة والسلام. فهذا من أفضل مظاهر الاحتفال به صلى الله عليه وسلم، أن نهتدي بهديه وأن نسير على دربه، عسى أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم، نجتمع كلنا يوم القيامة في جنة الله إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم في منطقة الفاروق في جامع الجويجاتي أتينا اليوم فرقة ريتاج الكعبة للإنشاد الديني والموشحات الإسلامية لإحياء هذه المنقبة النبوية بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد لنا ولكم أجمعين إن شاء الله تعالى.